أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الأحبة في الله، نعيش الآن مع حقائق علمية تتجلى أمامنا وتأملات عسى أن نكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الحقيقة أيها الأحبة، هناك آيات كثيرة في القرآن تشير لحقائق علمية لم تكتشف إلا في العصر الحديث. فعندما صعد العلماء، علماء وكالة ناسا، أرسلوا مسبارا إلى المريخ لاكتشاف أسرار هذا الكوكب، الحقيقة وجدوا أشياء عجيبة. وجدوا أن هذا الكوكب كان ذات يوم يعج بأنواع بدائية من الحياة بسبب وجود مجاري للمياه قديمة جدا وجافة. ووجدوا أنه كان له غلافا جويا، ولكن هذا الغلاف الجوي زال ولم يستطع أن يتماسك لأنه غير محفوظ بقوانين تحفظ هذا الغلاف كما هي القوانين التي تحفظ غلاف الأرض الجوي. لذلك ماذا قال العلماء أيها الأحبة؟ قالوا إن هذا الكوكب، كوكب المريخ، هو قريب جدا من كوكب الأرض ومواصفاته قريبة، ولكن الآن لا حياة فيه، إنما كان ذات يوم فيه حياة وكان فيه مياه أيضا. وعندما درس العلماء تربة هذا الكوكب العجيب أيضا وجدوا أسرار كثيرة في هذا الكوكب. أن هذا الكوكب أيها الأحبة له قوانين تختلف عن قوانين الأرض، يعني مثلا غير صالح للسكن إذا قارناه بالأرض. كذلك هذا الكوكب عبارة عن صحراء جافة وفيه تقعرات كثيرة غير ممهد. الأرض تعتبر ممهدة. الغلاف الجوي المحيط بهذا الكوكب، كوكب المريخ، كان يحمل حياة، ولكن عندما زالت الحياة من على ظهر هذا الكوكب. سبحان الله، يعني نحن إذا تأملنا إشارة في القرآن، إشارة عجيبة جدا إلى حفظ الله تعالى لغلافنا الجوي الذي يمتد لمئة كيلومتر تقريبا حول الأرض، عندما قال تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يعني عندما تأملنا هذا الكوكب، كوكب المريخ، وتأملنا كيف زالت الحياة من عليه، وتأملنا كيف زال هذا الغلاف الجوي ولم يبق منه شيء، تبين لنا نعمة الله علينا وأهمية هذه الآية. هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي، لأنها تصف السماء بأنها سقف، لأن غلافنا الجوي أيها الأحبة مسؤول عن صد الرياح الشمسية القاتلة التي تنزل إلى الأرض باستمرار. هذا الغلاف مسؤول أيضا عن
صد الجسيمات الكونية وأشعة جاما الحارقة التي لا نراها، والأشعة فوق البنفسجية التي تصدرها الشمس باتجاه الأرض أيضا يصدها هذا الغلاف الجوي. سبحان الله، تماما أيها الإنسان، كما أنك تحتمي تحت هذا السقف، أيضا الله تعالى سخر لك سقفا هو هذا الغلاف الجوي تحتمي تحته وأنت لا تشعر. آيات للموقنين، يعني هذا الغلاف محاط بكل أنواع الأخطار، وهو محفوظ برعاية الله. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا. تأملوا معي أيها الأحبة، الغلاف الجوي للمريخ زال واختفى لأنه غير محفوظ، لأن بنيته وتركيبه وجاذبية المريخ والمجال المغناطيسي للمريخ غير مناسب لحفظ هذا الغلاف، بينما نواة الأرض الحديدية التي تعطي هذا المجال المغناطيسي القوي جدا، أقوى مجال مغناطيسي نجده للأرض بين كواكب المجموعة الشمسية، هذا المجال المغناطيسي القوي جدا يحافظ على الغلاف الجوي الهوائي الذي نتنفس منه. سبحان الله. لذلك ألا نشكر نعمة الله وهم عن آياتها معرضون؟ الإشارة الثانية أيها الأحبة أن هذا الكوكب كان ذا حياة، ويقول العلماء هناك مليارات الكواكب الشبيهة بالأرض والتي كان يعتقد أن فيها حياة أيضا. الله سبحانه وتعالى أشار إلى حقيقة يبحث عنها العلماء اليوم ولكنهم لا يشكون فيها، وهي حقيقة الحياة في الكون. هناك كائنات بدائية ربما لا نجهلها، ولكن العلماء يؤكدون ذلك. لماذا؟ لأن كوننا فيه أكثر من 100 مليار مجرة، في كل مجرة 100 مليار شمس، وهذه الشموس كثير منها له كواكب تدور حوله، بالإضافة إلى أن هذه الكواكب كثير منها شبيه بالأرض، فلا بد أن توجد شموس كشمسنا وكواكب ككوكبنا الأزرق توجد فيها حياة. لذلك الله ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، تأملوا، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. سبحان الله، إشارة علمية دقيقة جدا إلى أن هناك حياة وهناك إمكانية لاجتماع هذه الحياة مع تلك. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، لم يقل فيها، فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني ألا نتأمل هذه الآيات ونعقلها ونتدبرها ونستفيد منها؟ هذا المريخ أيها الأحبة سخره الله لنا لكي نشعر بنعمة الله علينا عندما نرى غلافه الجوي زال وغلافنا الجوي موجود محفوظ برعاية الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.